السلام عليكم. مع بدء العام الدراسي الجديد تتعاظم التحديات التي تواجه قطاع التعليم، فالانقسام الذي يعاني منه هذا القطاع هو آخر المظاهر السيئة لهذه التحديات، ويضاف إلى التحديات الجوهرية المتمثلة في الدمار الذي طال المدارس وأخرج أكثر من 1600 مدرسة من الخدمة وعرض 22% منها للدمار الجزئي. مركز الإعلام التربوي وهو مؤسسة غير حكومية كشف في تقرير له بهذا الخصوص عن أن جماعة الحوثي وصالح الانقلابية صادرت ما لا يقل عن 3,360,000 ريال من مرتبات المعلمين منذ 21 سبتمبر 2014 وحتى 25 أبريل من العام الجاري. بحسب التقرير فإن نحو 1,300,000 طفل في السنة في سن التعليم العام محرومون من مواصلة تعليمهم بسبب الحرب التي تخوضها الميليشيا على اليمنيين، تحديات تكفي لتعطيل العملية التعليمية أو تجعل منها حقلا شائكا وتحديا لا يحتمله الأطفال وزهرات الحياة الذين كتب عليهم أن يتلقوا التعليم في ظروف بالغة السوء تكرس مشاعر الإحباط في من يعتقد أنهم ذخر المستقبل وعدته. عن تحديات التعليم مع تدشين السنة الدراسية الجديدة نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ النقاش ولكن بعد متابعة هذا التقرير. لم تنتهي الحرب، لكن هؤلاء الطلاب لم يفقدوا الأمل بالمستقبل في مستهل العام الدراسي الجديد. من بين أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يواجه أكثر من 1.5 مليون منهم مشكلة في تلقي دروسهم بالمدارس التي اعتادوا الذهاب إليها كل عام. واحدة من 10 مدارس لم تعد مؤهلة لتقديم خدمة التعليم، وواحد من 5 طلاب يواجه مشكلة في الحصول على التعليم، فيما يواجه المعلمون استهدافا ممنهجا من جانب الميليشيا الانقلابية. فالمئات من هؤلاء المعلمين فقدوا رواتبهم ولم يتمكنوا من ممارسة مهامهم كالمعتاد. ويقول تقرير أصدره مركز الإعلام التربوي وهو منظمة طوعية إن الاستقطاعات التي استهدفت هؤلاء المعلمين بلغت أكثر من 2.5 مليار على مدى العامين الماضيين، ناهيك عن أوجه المعاناة الأخرى من بينها الصعوبة في وصول الطلاب إلى الكتاب المدرسي. في تعز الأكثر تضررا من حرب الميليشيا على اليمنيين، تصدى ناشطون ومنظمات مجتمع مدني طوعية لمهمة تأمين بدائل للعشرات من المدارس المدمرة، وسمحت هذه البدائل باستقطاب الآلاف من الطلاب على الرغم من بقاء مخاطر الحرب قائمة حتى الآن. ملامح الانقسام بدت واضحة في جدول العام الدراسي الجديد، فالمتمردون في صنعاء اعتمدوا جدولا خاصا بهم وتقويما خاصا أيضا، على نحو يكرس الانقسام ويهدد بآثار سيئة على هذا القطاع الحيوي، ويضع أكثر من 6 ملايين طالب رهنا لإرادة الطغمة الانقلابية في صنعاء. أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي الذي انضم إلينا عبر الهاتف الآن، الأستاذ عبد الباسط فارع الموجه التربوي من تعز. مساء الخير سيد عبد الباسط. مساء الخير لك أخي الكريم ولضيوفك والأستاذ المشاهدين، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. بكل تأكيد أستاذ عبد الباسط، نحو 1,300,000 طفل في سن التعليم العام محرومون من مواصلة التعليم، كيف هو وضع الطلبة مع بداية هذا العام الجديد الدراسي في تعز وفي بقية أنحاء الجمهورية؟ والله يا أخي الحرب فعلا هي فرضت علينا واقع معيشي وتعليمي يعني في منتهى الصعوبة، فلو أردنا أن نشخص الوضع فإننا نحتاج لحلقات، لكن دعني أخي أشير إلى أن عدد من العوامل الأساسية التي لها صلة بشكل مباشر بالعملية التعليمية سواء كانت مادية أو بشرية أو نفسية. فلو يعني أخذنا المبنى المدرسي سنجد أن الكثير من المدارس فعلا يعني تعرضت للدمار الكلي، سواء كانت هناك المدارس على المستوى المدارس الحكومية أو المدارس الأهلية، فكثير منها تعرض للدمار الكلي وخصوصا في المدينة التي كانت فيها المواجهات والحرب يعني مستعرة. هذا يعني يؤثر فعلا على يعني على استقبال العام الدراسي وبشكل كبير جدا، ويؤثر على مستوى التحصيل يعني بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى أن المدارس والمؤسسات التعليمية في الأرياف والتي الكثير منها كانت غير كافية أساسا قبل الحرب أصبحت الآن يعني تعاني من مشكلة النزوح التي يعني أتى إليها من المدينة من المناطق الملتهبة،
فكثير من المدارس يعني لو لاحظنا في العام الماضي كانت تخفضت يعني ساعات الدوام يعني الحصص الى النصف الى حدود 50%. نعم. من اجل توفير يعني قسمت يعني تقسم التلاميذ الى مجاميع لعلها ان تعالج ولو جزء من المشكله للازدحام. هذا في الاضافه الى ان بعض المؤسسات ما زالت يعني هي يعني في خاضعه لل يعني يعني في مناطق مواجهات واشتباكات يعني تعثر يعني الانتظام الدراسه فيها. طيب الان في المناطق سواء التي تشهد حربا أو مواجهات أو تلك التي أصبحت محررة وتنعم بشيء من الاستقرار، ما هي أبرز التحديات التي تواجههم مع بداية هذا العام، وما هي أبرز الاحتياجات كذلك؟ أخي حتى في المناطق المحررة نجد أن الكثير من المدارس تعرضت للدمار، وأيضا نلاحظ أن هناك خاصة المدارس الأهلية والتي كانت يعني تساهم باستيعاب ما يقارب أو ما يعادل 20% من نسبة التلاميذ في سن الدراسة، نجد هذه المدارس توقفت بشكل كلي بسبب القدرة الاقتصادية وعدم القدرة يعني قدرة الأسر على دفع رسوم التعليم الأهلي. هذا أيضا أصبح هنا يشكل عبئا على المدارس، يعني على استيعاب المدارس وعدم كفاءة المبنى المدرسي لاستيعاب الطلاب بشكل يعني يؤدي إلى الغلط. هل من نماذج أخرى أو تحديات أخرى سواء المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة من إشكالات تخص العملية التعليمية؟ يا أخي بالنسبة للمدارس الخاصة تستطيع تقول أنها توقفت العام الماضي توقفت يعني 100%، يعني لا يوجد مدرسة خاصة هنا كانت خاصة في المناطق الموجهة تعمل. الآن يعني ربما نسبة ضئيلة جدا، يعني لأنه القدرة المعيشية للناس والقدرة الاقتصادية غير ممكنة بحيث أنهم يعني يعلموا أبنائهم في المدارس، هذا بالنسبة للمدارس الأهلية. أما بالنسبة للمدارس الحكومية طبعا الكثير من المعلمين أخي نزحوا من المناطق الحرب إلى الأرياف، والكثير منهم من هؤلاء تعرضت منازلهم وحارتهم إلى الدمار الكلي، وعودتهم في الوقت الراهن غير ممكنة. يعني فهنا أيضا هذا ما يشكل أيضا عبء إضافي على الاستقبال العام الدراسي وعلى المستوى المعيشي أيضا للناس. طيب الآن هناك انقلاب أيضا على سير العملية التعليمية إنجاز التعبير في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. هذه التصرفات التي تقوم بها الميليشيا في صنعاء التي تتدخل في مسار عملية تعليمية تهم الوطن بشكل عام، هل تؤثر على سير هذه العملية؟ أخي هؤلاء هم مشروع التجهيل، يعني هذا هو مشروعهم. يعني ولو رجعنا إلى التاريخ سنجد أن المشروع الذي هم يحملوه لليمنيين لأنهم يرون بأن التعليم وأن العلم هو العدو الأول لهم، ويعني كلما انتشر العلم كلما انتشر الوعي لدى الناس، ومشروعهم قائم على أساس عنصري سلالي لا يمكن أن ينتشر إلا في بيئة جاهلة. فهم فعلا يعني ازدواجية الآن يعني أن وزارة التربية والتعليم الآن تعمل على يعني برأسين سواء كان في المناطق المحررة أو في المناطق، وهذا يؤدي أيضا يؤثر على سير العملية التعليمية. إلى الآن نتيجة الثانوية العامة نحن نلاحظ أنه يعني الامتحانات التي مضت في العام الماضي يعني أخذت يعني أشهر، بعض المناطق امتحنت وبعضها يعني امتحنت بعد سير العملية في مناطق بأشهر، وإلى الآن لم تصل يعني نتيجة الطلاب أو التلاميذ يعني للعام الماضي خاصة في المراحل يعني العامة في الثانوية العامة أو في الشهادة الأساسية العامة. هذا هنا أيضا يعني يؤثر سلبا، كثير من تلاحظ في حالات يعني من أن يعني بعض الطلاب يعني درس في السنة الماضية وما وصلت إليه النتيجة للعام يعني الذي سبقه، فتأتي نتيجته وهو قد درس عاما كاملا في المستوى يعني الجديد، ثم تأتي يبلغ أنه يعني غير أنه رسب في يعني في الامتحان، ويعني بهذا يتعاملون مع الناس بهذا الأسلوب وبهذه الآلية التي لا يعني لا يمكن أن نجد لها مثيلا في أي منطقة من مناطق العالم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا السيد عبد الباسط فارع، ينضم إلينا الآن رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي من تعز الأستاذ أحمد البحيري. مساء الخير سيد أحمد. مساء الخير والعافية والسهرة. أهلا بك أستاذ أحمد. في تقرير لمركز الدراسات والإعلام التربوي صادر
في 25 من شهر 4 من هذا العام كان هناك حديث عن أن سلطات الانقلاب صادرت ما لا يقل عن 3,360,000 ريال من مرتبات المعلمين منذ انقلابها إلى ذلك التاريخ. ما هل هناك زيادة في هذا الرقم؟ ما هي أبرز الأرقام الخاصة بالدراسات الخاصة بالإعلام التربوي التي لديك إلى الآن؟ اهلا استاذ العزيز، احب ان احييك واحيي ضيوفك الكرام واحيي المشاهدين. بالنسبه لوضع التعليم هو وضع سيء، والانعكاس الوضع الثاني سيء في اليمن بشكل عام. الانتهاكات التي مورست بحق التعليم انتهاكات جسيمه. جماعه الحوثي التي وصلت الى صنعاء عبر مسيره جهل، الأندية هي من عبدت لها الطريق، ولهذا تتعامل مع التعليم وتتعاطى مع التعليم ومع مؤسساته من خلال هذا الاعتبار، باعتبار التعليم وسيله لتكريس فكرها الطائفي او وسيله لتثبيت عملها العسكري واستمرار بقائها السياسي في الحكم. فهي تعمل بشتى الوسائل ومختلف الطرق على تدمير التعليم بكل ما اوتيت من قوه. فعلى مستوى المدارس هناك 1600 مدرسة تعرضت أو توقف التعليم فيها بشكل كلي أو تماما في الجمهورية اليمنية خلال العام الدراسي المنطرن. 32% من هذه المدارس تعرضت لأضرار إما شديدة أو متوسطة، و22% من المدارس أيضا تعرضت لأضرار أو دمرت بشكل كلي أو محتلة عسكريا. هناك حوالي 200 مدرسة في الجمهورية ما زالت تحتل عسكريا حتى الآن. عشرات المدارس تحتل من قبل نازحين. المديون وثلاثية طيف المحرم وصل التعليم في سنة تحت عام. الانتظار في مستوى التحريفي أو الانتظار المعلمين لم يتجاوز 40% من المعلمين، هم فقط من استطاعوا أن يتعلموا العمل الدراسي الماضي. نحن نتحدث عن وضع تعليمي سيء للغاية. لم يكن وضع التعليم في المحافظات المحررة أحسن حالا من المحافظات الأخرى. لدينا حوالي 5 محافظات سيئة: تعز، شبوة، مهاريل الجوف، وغيرها من البيضاء. هذه المحافظات أيضا يكون وضع التعليم فيها سيء للغاية. تعز التي تأتي في المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية من حيث الالتحاق بالتعليم، جاءت في المرتبة الأولى من حيث الانتهاكات التي مورست على المبنى المدرسي أو على الطلاب. لدينا حوالي 200,000 طالب في تعز وحدها حرموا من مواصلة تعليمهم. المعلمون مورست عليهم ابتزازات سياسية. كل ما قامت به جماعة الحوثي هو محاولة فرض آراء أو توجهات سياسية لمن يخالفها في الرأي، ومارست سلطتها من صنعاء من خلال لجنة ثورية شكلتها للضغط على المعلمين أو من خلال تغييرات أحدثتها في مسائل التربية والتعليم. هذه الممارسات الانتهاكات التي مارستها جماعة الحوثي ما كانت لتحدث لولا وصولها إلى السلطة وانتهاكها لكل مؤسسات الدولة، وما كانت لتحدث لو كان هنالك آليات قانونية وتصرفات أو توجهات في ولي الحماية للتعليم في الجمهورية اليمنية. التعليم للأسف الشديد منذ عقود النظام السابق عمل على تهميش التعليم وعمل على تسييس مؤسسات التعليم وحول التعليم ومؤسساته إلى وسيلة لتكريس بقائه في الحكم. غياب النظام الحماية كان له أيضا دور كبير في تعميق هذا الشرف وتعميق الانقسام وفي إحداث مزيد من الانتهاكات في حق المعلمين وفي حق العملية التعليمية بشكل عام. نحن نتحدث عن الانتهاكات التي حدثت على التعليم بشكل عام في الجمهورية اليمنية، نتحدث عن الانتهاكات أو نتحدث عن الطلاب الذين حرموا مليون و300 طفل، لكن هناك طلاب أيضا التحقوا بالمدرسة وهم في وضعية بقاء على قيد المدرسة. 30% من إجمالي 6 مليون طالب وطالب في الجمهورية قيدوا في كشوفات الرسم المدرسي، لكنهم لم يتلقوا أي تعليم يذكر. فهم حصلوا على شهادة النجاح لكنهم لم يتلقوا بفعل الحرب استمرار وديرة الحرب والعنف المتواصل. تعرضت مدارس ومبادرات تعليمية إلى القصف أثناء الدوام المدرسي.
هناك يكون اعتقلوا من اماكن عملهم. اذا وضع التعليم كارثي بكل ما تعني الكلمه من طيب. معنى. استاذ احمد ان يكون وضع التعليم العام افضل. استاذ احمد ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا. اعود الى السيد عبد الباسط فارع الموجه التربوي معنا عبر الهاتف من تعز. استاذ عبد الباسط يعني تحدث السيد احمد عن الكثير من الارقام التي توصف العمليه التعليميه وما يجري لها من انتهاكات من قبل ميليشيات الانقلابات وعن حالها ايضا. هذه الارقام هل تتوقع انها ستعالج خلال هذا العام الدراسي الذي سيبدا او بدا الان، أم أن هذه المأساة ستستمر إن لم تتوسع؟ أنا في الحقيقة استبعد أن تتم المعالجة لأن في الوضع صعب ويعني ويفوق الإمكانات المتاحة التي يعني هي الآن في يعني متناول الجهات العاملة في خاصة في المناطق المحررة. فالوضع يعني فعلا صعبا يعني لا يمكن يعني معالجته بهذه السهولة. طيب الآن من خلال عملك في التوجيه، ما هي أبرز التحديات التي تؤثر على التحصيل العلمي من جهة من نسبة للطلاب، ومن جهة أخرى على أداء المعلمين؟ أخي العوامل كثيرة، نستطيع أن نقول هي من حيث العوامل سواء كانت عوامل مادية أو فنية أو بشرية. يعني من الجوانب كما قلنا يعني عدم كفاية المبنى المدرسي لاستيعاب يعني العدد يعني لاستيعاب التلاميذ القادمين على الالتحاق بالدراسة خصوصا في الصفوف الأولية. الشيء الآخر هنا يعني من حيث الجوانب الاقتصادية، نحن نعرف أن يعني أيضا القوى العاملة والإدارة المدرسية نجد بسبب الحرب نزوح الكثير من المدرسين والمعلمين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى، وعودتهم خاصة من فقدوا منازلهم يعني بشكل صعب. لا يعني لا إذا يعني هناك إمكانات التي وهذا حتى الوقت غير كافي لتوفير أو لتعويض يعني إعادة بناء ما دمرته الحرب خلال هذه الفترة القصيرة. الوضع الاقتصادي المتردي بشكل كبير الذي وصل إليه حال الأسرة نتيجة فقدان الكثير ممن يعملون في القطاع الخاص. أنت تعرف أخي أن القطاع الخاص خاصة هنا في تعز توقف تماما، وهناك الآلاف بل عشرات الآلاف ممن يعملون في القطاع الخاص فقدوا أعمالهم وفقدوا وظائفهم، وبالتالي يعني حتى الذي ما زال يستلم راتبه كموظف حكومي. أضرب لك مثل أخي، أنا مثلا كمدرس أو يعني كموجه يعني راتبي كان قبل الحرب ما يعادل 80,000 ريال، يعني 80,000 ريال بما يعادل 380 دولار، أصبح الآن يعادل 250 دولار، بمعنى أننا فقدت ما يعادل 40% من يعني من راتبي بسبب يعني تدهور سعر الريال بسبب الأوضاع الحرب. مفهوم. أيضا ما تبقى 60% المتبقية من الراتب، أنا أضرب لك بس كمثال وأنت قس عليه بعد المختلف يعني الأسر ومن يعني فقدوا يعني ومن هم يعملون في القطاع الحكومي. يعني 60% من المتبقي يعني تأكله السوق السوداء. أنت تعرف أخي أن يعني أسعار السلع ونحن مجتمعات يعني مستهلكة للسلع كلها يأتينا بالاستيراد من يعني من خارج البلد، وهذا أيضا تدهور سعر العملة أدى إلى التهام يعني دخل الموظف بشكل كبير جدا، وهذا من ما الذي يعني ما زال يستلم راتب، لكن هناك من لم يستلم راتب، من توقف تماما عن العمل ولم يستلم راتبه وخصوصا من يعمل في القطاع الخاص، كيف بإمكان أن يعني يستقبل العام الدراسي وكيف سيكون وضعه ووضع أبنائه ومستوى تحصيلهم العلمي في ظل حالة نفسية كهذه التي نعيشها الآن؟ يعني هو لا شك أن عملية التعليم هي أساسية ليس للحاضر بل لبناء جيل للمستقبل. هذا الاستهداف للتعليم يتم من قبل ميليشيات الانقلاب، كيف يمكن أستاذ عبد الباسط كيف يمكن أن يتم العمل على تفادي هذه الإشكالات بشكل أو بآخر حتى لا يستهدف المستقبل كما يستهدف الحاضر؟ بعجالة إذا سمحت. والله يعني أنا أقول هنا نطالب الجهات الحكومية ممثلة يعني بالأخ رئيس الجمهورية وبالأخ رئيس الوزراء وبقطاع يعني وزارة التربية والتعليم ومثلا وزارة التربية والتعليم أن يعني تولي المناطق مناطقنا وخصوصا تعز توليها الاهتمام، لأن تعز هي أخي حاضرة اليمن. تعز هي من صدرت يعني من صدرت لليمن في الريف والحضر وفي كل مناطق اليمن سواء كانت نائية أو حضرية، تعز هي من كانت الرافدة الأساسي للتنمية.
تجد ابنة عز هو من كان يعمل معلما سواء في أطراف الشمال، في شمال الشمال أو في الجنوب أو في حضرموت أو في كل مكان، في الشرق أو في الغرب. تعز هي من رفضت اليمن بالمدرسين بالمعلمين، من رفضتهم بالمهندسين، من رفضت اليمن بالأطباء. تعز هي أساس النهضة. نعم. وبالتالي فإن يعني ما لم يعني هنا يعني نطالب الجهات الرسمية بأن تنظر إلى تعز، يعني إلى تعز نظرة استثنائية لما لها من مكانة في يعني مستقبل يعني العملية التعليمية للبلد. أشكرك أستاذ عبد الباسط فرع الموجهة التربوية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بلا شك العملية التعليمية تستهدف في جميع يعني محافظات الجمهورية، وربما تعز بوجه خاص. أعود إلى رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي الأستاذ أحمد البحيري. أستاذ أحمد، يعني كان هناك حديث عن استهداف واستقطاعات لرواتب المعلمين من قبل ميليشيات الانقلاب، الآن بعد هذا العجز المتواجد الاقتصادي المتواجد لدى الميليشيا، هل يتوقع استقطاعات أخرى؟ هل يتوقع إيقاف رواتب هؤلاء المعلمين؟ بالتأكيد طالما وجدت هذه الميليشيا المسيطرة على الدولة والمقبضة على مؤسساتها سيستمر الانتهاكات ما لم تتدخل الحكومة الشرعية لإيجاد آليات للحد من هذه الانتهاكات وإبعادها، خصوصا بعد نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن. لكن ما نأمل ما نأمله نحن أن تقوم الحكومة الشرعية بدورها وأن تتحدث على التعليم وعلى الوضع الإنساني للجمهورية اليمنية بشكل عام، بعيدا عن الحديث عن محافظات محررة دون غيرها. فالحديث عن التعليم يجب، أو إدارة التعليم من عدن يجب أن تتحرك وزارة التربية والتعليم مع الحكومة الشرعية في إدارة ملف التعليم والتعاطي معه بآليات جادة وصحيحة، عقد إدارة أو إدارة الملف في كل الجمهورية اليمنية بعيدا عن الحسابات السياسية أو التعاطي الآني مع القضايا التربوية. نأمل بتفعيل هذا الدور. طالما وجدت الميليشيا ستستمر الانتهاكات، لكن إيجاد رؤية واضحة أو امتلاك الحكومة الشرعية لرؤية واضحة مع تفعيل دور النقابة التعليمية ومراقبة سير العملية التعليمية، بالتأكيد سنعمل على الحد من انتهاكات هذه الميليشيا. نعم. وسنوقفها عند حدها. أشكرك أستاذ أحمد البحيري رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وأرحب مشاهدينا الكرام بضيفي عبر السكايب الباحث والتربوي السابق دكتور توفيق الجبري، معنا عبر سكايب من الخرطوم. مساء الخير دكتور توفيق. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور توفيق. يعني هذا عام دراسي جديد يمر على الطلاب، ربما هي المرة الثانية الذي يبدأ فيها عامهم الدراسي وسط هذه الحرب، أو المرة الثالثة إذا ما بدأنا بحساب الانقلاب منذ الانقلاب. الآن هناك أوضاع صعبة، هناك مؤسسات تعليمية مغلقة وهناك منها ما تضرر. هذا الواقع كيف سينعكس على مسار هذه التعليمية العملية التعليمية؟ طبعا الانعكاس الذي سينعكس على العملية التربوية انعكاس كبير جدا، وخاصة على أبنائنا الطلاب. اليوم يا أخي وضع التعليم وضع مخزي إلى حد كبير، واليوم كان الأصل من وزارة التربية والتعليم أن ديوان الوزارة يقوم بتهيئة مدراء العموم للمحافظات كبداية عام جديد وتهيئته، ومدراء العموم أيضا يقومون بتهيئة الإدارات التعليمية والتوضيح لهم بأهمية بداية العام الدراسي الجديد. ومدراء الإدارات التعليمية أيضا كان الواجب عليهم هو النزول إلى مدراء المدارس والمدرسين وتهيئة الرأي العام لقضية العام الجديد، لكن المشكلة اليوم انعكست النفسيات السلبية على الطلاب، وما يحدث اليوم من تدمير للمؤسسات التعليمية، وما يحدث اليوم أن المدارس أصبحت ثكنات عسكرية للميليشيات الانقلابية، هذه لها أثر كبير على نفوس الطلاب وأيضا على نفوس المدرسين. أنا أضرب لك مثل بسيط. اليوم المدراء العموم التربية يلزمون المدرسين والطلاب بحضور مدارس، هذه المدارس قرب أهداف عسكرية قد تتعرض لنوع من القصف، قد تتعرض للخطر. لا يهمهم الطلاب، لا يهمهم المدرسين، ما يهمهم هو إقامة قضية التدريس، يعني بغض النظر عن العواقب، عن النفسيات، عن أشياء كثيرة.
فالطالب اليوم يمر بمرحلة صعبة، مرحلة نفسية منهزمة جدا بسبب تردي الوضع وبسبب ما يعانيها المواطن اليمني أيضا. طيب، هي إشكالية التعليم في اليمن ربما كانت قديمة، يعني تجددت وتخللتها العديد من الممارسات للسلطة في ذلك الوقت. الآن بعد الانقلاب ربما تردى الأمر بشكل أكبر. هل يعني نسبة التردي كانت كبيرة؟ إلى أي مدى تقيم العملية التعليمية التي تتواجد الآن؟ طبعا في الماضي يا أخي الكريم كان هناك سياسة رسمية لتجهيل التعليم، والذي هو موظف في التربية يدرك ذلك. كان هناك سياسة رسمية لتجهيل التعليم من خلال عدة خطوات. أولا، استبعاد قضية الكفاءة والنزاهة من مدراء المدارس، من مدراء الإدارات التعليمية، من مدراء عام التربية في المحافظات، بل وصل الحد إلى أن قطاع التربية يتبع القطاعات الأمنية، الأجهزة الأمنية، فلا يمكن أن يعين مدير مكتب تربية أو مدير إدارة تعليمية أو حتى بعض مدراء المدارس إلا إذا كان مرتبط ارتباطا كاملا بالأجهزة الأمنية. فاليوم اليوم يعني التربية تمر بمنعطف خطير جدا. أنا أضرب لك كمثال موجود في التربية، مثلا الآن تم سحب ميزانية التعليم على النحو التالي في ثلاث إدارات وقطاعات كبيرة ومهمة بالنسبة لوزارة التعليم التربية والتعليم. مثلا إدارة التعليم الأساسي والثانوي لم يعد لديها أدنى أي ميزانية. إدارة التدريب والتأهيل التي واجب عليها أن تؤهل المدرسين، تعقد الدورات التدريبية، تبدأ بداية لعام جديد يعني. أيضا قطاع المناهج وطباعة الكتاب المدرسي لا يوجد أي ميزانية، فكيف ستقوم هذه القطاعات بعملها أو بأداء الدور المرسوم لها؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. فأنا أعتقد أن العملية التربوية أصبحت الآن في وضع خطير جدا، يجب أن يتنبه لها العقلاء ويجب أن تتنبه الحكومة الشرعية لذلك، وأن تسعى جاهدة لأن تكون المدارس يقومون بترميم المدارس، يقومون بتهيئة الطلاب ومجلس الآباء من أجل العودة إلى المدرسة. يعني هناك أشياء كثيرة لابد أن تتخذها إجراءات. نعم. اليوم المدرسين يا أخي يهددون بقطع رواتبهم، بل بعضهم إلى الآن أكثر من 6 إلى 7 أشهر لم يستلم ولا ريال واحد. كيف سينعكس العملية التربوية على هذا المدرس حينما يقدم للطلاب، حينما يحاول أن يأتيهم بالعملية التربوية؟ تصبح المسألة مسألة يعني صعبة جدا، وضع المدرس ووضع الطالب أيضا. طيب، الآن هناك كانت استقطاعات من رواتب المعلمين وصلت إلى أكثر من 3 مليارات ريال و360 ألف بحسب تقرير مركز الإعلام والدراسات التربوي. هذا الأمر هل من المتوقع أن يعني يتوجه بسياق آخر، خاصة بعد نقل البنك المركزي إلى عدن ونقل صلاحياته إلى الحكومة بشكل أوسع الآن؟ هل من المتوقع أن تتغير هذه الحالة بالنسبة لاستقطاعات من رواتب المعلمين، أم أن الأمر سيكون مسار انقسام بسبب وجود سلطة واقع تمارسها الميليشيا في المناطق التي تسيطر عليها، ووجود سلطة محررة في المحافظات أو سلطة شرعية في المحافظات المحررة؟ ما يجب على الحكومة الشرعية اليوم هو أن توفر راتب المدرس توفيرا كاملا، هذا هو الواجب عليها. أما ما تقوم به هذه الميليشيات والعصابات من استقطاعات على المدرسين من رواتبهم فهذا شيء آخر. طبعا هذا يعكس انعكاسا سلبيا على أداء المدرس. المدرس حينما يكون راتبه لا يكفي لأولاده ولأسرته يتجه لأعمال أخرى غير التدريس، واتجاه هذه الأعمال. نعم دكتور، هناك تقطع في الصوت، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا إلى حين حل هذه الإشكالية. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الآن عبد السلام الخضيري، مستشار وزارة التربية والتعليم في محافظة إب. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد السلام. هناك دمار طال المدارس، هناك أوضاع نفسية صعبة بالنسبة للطلبة، هناك قلق من التوجه لهذه المدارس خوفا من قصفها أو ما شابه من قبل الميليشيات وغيره. هذا الأمر ما أثره على نفسية الطلاب وعلى العملية التعليمية بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن العملية التعليمية في اليمن لم تكن بمنأى عن ما حصل، وحتما تأثرت
كثيرا بسبب ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا، وإننا نعتبرها فرصة من خلال قناتكم الرائعة إلى كل عقلاء اليمن بأن يستشعروا المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على نفسيات الأبناء والبنات الذين يحملون حقائبهم ودفاترهم وأقلامهم متجهين إلى المدارس بعيدين عن يعني أدوات الصراع. هم حمائم سلام وهم مستقبل البلد، وهم من نعول عليهم في أن تخمد الفتن في اليمن وأن يتشكل جيل من خلال هذه المقاعد الدراسية يمكن أن يأخذ بيد اليمن إلى بر الأمان. كل ما أستطيع أن أقوله أخي الكريم، الجرح عميق والأحداث والحرب تلقي بظلالها على المعلم وعلى الطالب وعلى المبنى المدرسي وعلى المنهج المدرسي وعلى الأسرة. العملية التعليمية برمتها وبأركانها من الكتاب إلى المعلم إلى الطالب إلى المبنى المدرسي، كل هذه الأركان كل ركن منها يحتاج أن تخصص له حلقة مستقلة. المبنى المدرسي لم يعد ذلك المبنى بالإجمال الذي فعلا يوفر الجو الآمن للطالب. المنهج المدرسي تتنازعه أطراف كثيرة تريد أن تحدث خلل اجتماعي وفكري وعقدي ويعني تاريخي في التصور الذهنية اليمنية للطالب. المدرس تتجاذبه الخصميات والصعوبات المالية وقطع الراتب ومعاقبته بانتمائه السياسي أو بموقفه من هذا الموضوع أو ذاك. الطالب الحقيقة أن الخوف والهلع والإهمال والضياع، وإضافة إلى المعاناة الاقتصادية التي تنعكس على بنيته وعلى صحته والأوضاع الأمنية التي تنعكس على نفسيته، كل هذه المؤشرات تلقي بظلالها على يعني التأثير على العملية التعليمية. سأكون مجازفا إذا تحدثنا عن العملية التعليمية بعيدا عن ما يدور في البلد، ولكن لدينا نافذة وحيدة وهي أن نخاطب ضمائر الناس، عقلاء المجتمع، التربويون، حملة الأقلام، ورجال الإعلام أمثالكم ورجال السياسة وكل الأطراف بأن يتكرموا بأن يضعوا بصمة يعني في الشعب اليمني بأن يجنبوا العملية التعليمية بأركانها، المبنى والطالب والمعلم والمنهج، يجنبوا هذه الأركان التعليمية من آثار الصراع ومن الزج بها في الصراع الموجود وفي المعركة الموجودة، باعتبار أن هذه الأجيال هي التي يعول عليها الحقيقة يعني كثيرا في يعني إنقاذ اليمن ولو على المدى البعيد. طيب يعني أستاذي، الآن هناك الكثير، ما يعني أنت تحدثت عن أركان، إذا ما تحدثنا أو عبرنا، هناك معلم يستهدف، هناك الطالب يستهدف، هناك المبنى يستهدف، الأسرة بالتالي تستهدف، وبذلك يستهدف المستقبل باعتبار العملية التعليمية تعنى بالمستقبل أساسا. الآن كل أو جميع أو كثير من الناس الذين فتنوا بصور التعليم وسط الدمار في ما بعد الحرب العالمية الثانية في اليابان وغيرها، هذا النموذج ألا يدفع إلى محاولة تدارك لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في حال استمرت هذه الحرب بهذا الشكل وهذا الانقلاب بهذا الشكل؟ هل من حلول تدارك هذا الأمر للعودة بالعملية التعليمية إلى مسارها الصحيح للدفع بها نحو الأمام؟ يا أخي الكريم، يعني إن لم يكن هناك بوادر حسم في اليمن، فإننا يعني ندعو جميع العقلاء لتوقيع ميثاق شرف أو لأي اتفاقية يمكن أن تكون مرعية دوليا، يمكن أن تتحرك فيها المنظمات الإنسانية، يمكن أن تتحرك فيها الجهات المعنية بالعملية التعليمية، نقابات المعلمين في اليمن، النقابات المعلمين في اتحاد نقابات المعلمين العرب، كل الجهات المعنية، اتحاد الطلبة اليمنيين، اتحاد الطلبة العرب، اللجان في المجالس النيابية، اللجان التعليمية في المجالس النيابية في الوطن العربي وفي المجالس النيابية العربية، اليونسكو، المنظمات المهتمة بالجانب التعليمي. يعني إنه لا يدمي القلب أن تطالع يعني الآثار الحرب
مبنى مدرسي أو طالب تجده يعني ينزف بدمه وهو حامل لقلمه ومداده يريد أن يتعلم كلمة، فإذا بآثار الحرب المدمرة تصيبه لك أن تتخيل أبا وأما يدفعون بإذنهم إلى المدرسة فيبلغون باستشهاده أو قتله أو 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 اختطافه. لكم أن تتخيلوا كثير من المآسي، وربما تستعرضون في قناتكم كثير من الصور التي بالمدارس التي طال هذا الصراع. إننا نرجو ونأمل وندعو كل الجهات المعنية بالعملية التعليمية أن تضع حد لمثل هذا. أضف إلى ذلك المؤشرات الخطيرة التي تأتي بين الحين والآخر تشير إلى استهداف المنهج التعليمي ومحاولة إعادة يعني إنتاجه من أجل أن يعيد تكريس الطائفية والسلالية والمذهبية التي كان اليمنيون قد تخلصوا منها، وأصبحت العقلية اليمنية تصاغ بنفس وطني عام يعني يراعي القيم الشرعية والإسلامية والحضارية للشعب اليمني. أشكرك جزيل الشكر عبد السلام الخضيري مستشار وزارة التربية والتعليم، كنت في إب، كنت معنا عبر الهاتف. وأعود إلى ضيفي عبر السكايب الأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، الآن في ظل هذا الوضع وفي ظل الذهنية السياسية والأمنية التي تحدثت عنها في بداية حديثك، كيف يمكن تجاوز ذلك؟ هناك يعني واقعيا، أنا أتحدث بعيدا عن الحديث عن الآمال وبعيدا عن الحديث عن التنظير أيضا، هل من حلول واقعية يمكن البناء عليها للمشي أو الخطوة نحو الأمام لمحاولة تدارك الأمر؟ الأمور وأصبحت صعبة جدا جدا. لك أن تتخيل يا أخي أنه إلى الآن، يعني قبل أن أجيب عن كلامك، تم استهداف كثير من المدارس وتدميرها نهائيا، استخدام المدارس والجامعات لثكنات عسكرية للميليشيات وغيرها. أيضا هناك الآن تجريف وظيفي واضح في وزارة التربية والتعليم من خلال استبدال مدراء المدارس، من خلال استبدال مدراء الإدارة التعليمية، من خلال أيضا توظيف أناس ليس لهم أي علاقة بالتربية وليس لهم أي صلة بالتربية والتعليم. هذه الأمور يا أخي يعني أصبح الواقع واقع صعب جدا. لابد أن تتحرك الضمائر الإنسانية، لابد أن يكون هناك وقفة من جميع أبناء الشعب تجاه العملية التربوية والعملية التعليمية من أجل إنهاء الحرب، من أجل وقوف الحرب حتى يتسنى للناس وحتى يتسنى للطلاب الذهاب إلى المدارس. اليوم يا أخي قطاعات يعني الآن لا يوجد المدرسين، يعني إما وتم توقيف رواتبهم، إما وهناك مشكلات أخرى مثل غياب الكتاب المدرسي الآن أصبح شبه منعدم تماما. هناك يعني أشياء كثيرة تتطلب من الناس الوقوف جميعا وأن يغلبوا المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة. يجب على الناس أن يتنبهوا للخطر الذي هو قائم وهو غياب التعليم، غياب الخدمات. هناك يا أخي مدارس تم نهبها في أمانة العاصمة، الأبواب، النوافذ، الكراسي. كيف سيكون يعني الآثار السلبية على نفسيات الطلاب؟ كيف سيذهب الطالب إلى المدرسة وهو يسمع أصوات الرصاص وأصوات الانفجارات وضرب الصواريخ وضرب الطائرات وغيرها؟ فلا بد للعقلاء أن يعني يجنبوا البلد، أقل شيء أن يجنبوا يعني العمل التربوية يعني ما يحدث اليوم. فلا بد أن يتنبه المنظمات الدولية، واجب على مجلس الآباء، واجب أيضا على مدراء الإدارة التعليمية، على المدرسين، على الإعلام الفاعل أن يقف صفا واحدا بجوار الطالب وبجوار العملية التربوية من أجل إخراج من الوضع الذي نحن فيه. اليوم الوضع صعب حقيقة، لا يستطيع واحد أو اثنان أو ثلاثة يعني أن يقوموا إلا إذا تكاتف الناس جميعا. طيب أستاذ توفيق، هل بعلمك هناك، أو دكتور توفيق، هل بعلمك هناك جهود أو جهات تعمل في هذا الصدد يمكن ذكرها حتى يعني يكون هناك نموذج إيجابي في نهاية هذا الحديث عن العملية التعليمية القادمة أو التي تمر الآن؟ ما نأمل بها يا أخي، نحن والآن لا نستطيع أن نبحث عن حلول تأتينا من الخارج. لابد أن تتكاتف الجهود من خلال وزارة التربية والتعليم،
وأن تهيئ الأرضية المناسبة للعام الجديد، وأن تنزل بحملة توعوية لطلاب المدارس وللمدرسين ولمدراء العموم ولمدراء الإدارات التعليمية. ليس هناك جهد غير جهد وزارة التربية والتعليم أن يحكموا العقل، أن يتركوا تجريف التوظيف لجهة معينة. اليوم يا أخي كيف سيكون المدرس لديه نفسية عالية من أجل أن يأتي بالعملية التربوية ويستفيد منه الطلاب وهو لا يجد ما يعطي أهله، ما عنده قوت أهله يعني؟ فلا بد من تكاتف الجهود، ولا نعرف أي جهة غير وزارة التربية والتعليم أن تغلب المصلحة العامة وتغلب مصلحة أبنائنا الطلاب، وأن تنزل أو أن ينزل ديوان الوزارة ويقوم بتهيئة مدراء العموم ومدراء العام مكاتب التربية في المحافظات ومدراء الإدارات التعليمية ومدراء المدارس ومجالس الآباء تفعيلها والتهيئة لعام جديد، ومحاولة يعني إقناع الرأي العام بهذه المشكلة والمعضلة. لأن التعليم حينما يندثر وحينما تتقطع أوصاله يخرج جيل يعني لا يعرف ما معنى وطنه، لا يعرف ما معنى الوطنية، لا يعرف ما يقوم أو ما يقدم لهذا الوطن. ولذلك يا إخواني الدور اليوم فعال على وزارة التربية، على مدراء المدارس، على مجالس الآباء، على المنظمات الدولية والحقوقية الموجودة في البلد، والدور الأكبر أيضا على الإعلاميين من خلال قناتكم، من خلال ما تبثون به لصالح الطالب وللعملية التربوية أيضا. أشكرك دكتور توقيف الجبري الباحث وتوفيق الجبري الباحث والتربوي السابق، كنت معنا عبر السكايب من الخرطوم. كما أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم على الحقائق التي وضعوها وعلى الحلول وكذلك الآمال التي طرحوها للمضي بعملية تعليمية أكثر توفيقا نحو مستقبل أفضل لليمن. بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات بقية أفراد طاقم العمل التحريري والفني، إلى اللقاء.